عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتي اليوم عندي لكم فيديو جديد، راني داخل مدينة الأقصر. ألف تحية وتقدير متابعين قناة عبد الجبار كاين إدراية هذه السيركيلاسيو، ربي يجيب الخير إن شاء الله. اليوم راي كاينة كومبرومو كحلى، ربي إن شاء الله يجيب الخير إن شاء الله يا ربي، ربي يجيب الخير إن شاء الله، إن شاء الله ما يكونش حادث يا خاوتي. والله كارثة يا خاوتي، والله الطريق يعني شوفوا خاوتي، واحد الظاهرة تشوفها يعني، والله نتأسف من الحوايج كما هذه. وعد يعني وخاصة أصحاب النقل يعني هازين مع عباد يمشيوا في البيستا، الطريق كاين أكسيدون، إنسان يصبر خاوتي. عندنا واحد الثقافة في المرورية يعني يعني والله نتأسف من المظاهر كما هذه. الله دروات على قوش، راكم تشوفوا السيركيلاسيون راهي ضاربه منا وهنايا في الترافيزور هذه على ما تشوف عينك، يعني والله كارثه. معليش حادث، نصبروا واحد ورا واحد وينحيوا الالات هذو لهم قدام ولا الحطام ولا واش كاين، ربي ان شاء الله يحفظ اللي تقاس وان شاء الله يا ربي العالمين. وعلى يعني دروك هاو اللي جاي يكون جي امبيلونس ولا حاجه، ما عندهاش منين تروح، طريق كامل مقفوله على دروات وعلى قوش، لا لين جون حطة فيراج ويجي ويدبلوا الناس، واحد على دروات واحد على قوش واحد الظاهرة يعني ما وش نقولكم، الناس كامل مقلقة، الناس كامل زربانة، الناس اللي طالعة ما لقاش منين تطلع. هاك تشوف سكروا عليهم صحاب الطوموبيلات والناس اللي راهم قارية في لا قوش، كون تجي دروك امبيلونس ولا حماية مدنية ولا جوندارب ما يلقاش منين يعدي، والناس هاي اللورا شوف الترافيزور كيف راه يدور، كواستر نتاع يعني النقل شوف، وهذاك السيميرا حابس في العقبة، علاش مسكرين له الطريق ما عندوش منين يطلع، ناس ما تصبرش وهذوم قاريين على دروات وعد على قوش، كون يلقاو الطريق في واد يعديو في واد نورمال. هاوي ليك هذا وين تحل الطريق، في جماعة اللي طالعين عندهم ساعة هم يستناو باش تحلت هذه لاغوش، جهة لاغوش برك، احنا مازال حابسين، مازال ما لحقناش الحادث، مانيش عارفين حتى واش كاين، هي اكسيدون بصح ساعة ولا كيفاش الله اعلم. هذو علاه كانوا مبلوكين خاوتي، بلوكاوهم الناس اللي جايين هابطين في لادروات في البيستا، سكروا عليهم الطريق ولا الطريق تسكرت باش تجي امبيلانس تجي مجروح ولا تجي حماية ولا ولا يجيو رجال الأمن ينظموا الطريق، ما يلقاش منين يعديو.